خلونا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكثر عن الإجراءات اللي بتتم في السعودية والتنسيق المصري السعودي لنقل جثامين الحجاج المصريين رحمة الله عليهم. معانا على التليفون أستاذ عادل حنفي نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، بنرحب حضرتك. يعني بداية كلمنا على الأرض بقى، إزاي بيتم دلوقتي تسهيل عودة جثامين الحجاج المصريين، والصورة من عندك لو حضرتك تنقلها. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذه بسنت، صباح الخير الساده المشاهدين في كل جميع انحاء العالم. طبعا انا بس عايز في البدايه اصحح بس معلومه، الا وهي ان اغلب الجثامين بفضل الله تم دفنها بالعاصمه المقدسه مكه المكرمه، وخلال ايام سيتم استلام شهادات الوفاء الخاصه ب الجثامين وبلاغ الوفاة وقروقي من قبل الجانب السعودي بأماكن دفن المتوفين. طبعا فور حدوث الحادث تم تشكيل لجنة من القنصلية العامة المصرية بجدة برئاسة القنصل العام السفير أحمد عبد المجيد وأعضاء البعثة الدبلوماسية. اللجنة دي كانت شغالة على مدار 24 ساعة لغاية ما أنا بكلم حضراتكم الآن، وبالفعل تم إصدار تصاريح الدفن للجثامين في موقع المستشفيات. يعني ما حدش راح القنصلية، اللي راح القنصلية كان أعداد قليلة جدا، وتم المرور أيضا اللي احنا ما اتكلمناش عنهم، ألا وهما المصابين أو المحجوزين والمنومين بالمستشفيات المختلفة داخل العاصمة المقدسة مكة المكرمة. عايز أضيف يا أستاذ محمد كمان إن المملكة العربية السعودية بتقوم بمجهودات جبارة لإنجاح والمحافظة على الحجيج النظاميين، سواء كانت وزارة الداخلية السعودية بفروحها، وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، وأيضا منظمات المجتمع المدني. كان في منظر جميل ملفت للنظر، وهم دول المصريين الألا وهو الشباب والشابات والسيدات والرجال المصريين المتطوعين. دول كان لهم دور لا يغفل ودور كبير في مساعدة الجهات الرسمية. كان عدد كبير من الحجاج بشكل عام، كان انت بنتكلم في 1,800,000 حج السنه دي، لكن عايز اتكلم مع حضرتك عن المتوفين غير المعلوم هويتهم، ايه اللي هيحصل معاهم؟ هل تم دفنهم ام لا؟ المتوفين غير معلوم هويتهم للمصريين تقصدي حضرتك استاذه رسام؟ بالظبط. من المصريين حاليا وانا بكلم حضرتك بيتم التعرف عليهم، والتعرف عليهم بمنتهى السهوله في المملكه العربيه السعوديه عن طريق الصفات الحيويه او كما يسمى بالبصمه. مجرد ما بيبصم المتوفى بيعرف هو مين وجاي منين، وكل البيانات الخاصه بيه بتظهر قدامه على السيستم الخاص بوزاره الداخليه السعوديه. موضوع محسوم تماما. كمان على الجانب الآخر طبعا تدخل سيادة الرئيس، وده مش جديدة بالنسبة لنا ان سيادة الرئيس بيتدخل لحماية أبنائه سواء داخل مصر أو خارج مصر. الموضوع برضو المهم جدا ان الموضوع لن يمر مرور الكرام على الشركات الخاصة اللي قامت بهذا الموضوع، وليست شركات. أنا عايز برضو أصحح معلومة بسيطة جدا، أغلبية من ارتكبوا هذه الجريمة في حق الشعب المصري كلهم سماطرة ومعروفين. لدى وفي توجيهات صارمه للمحاسبه، محاسبه يعني كل من ارتكب يعني هذا الجرم، وفكره التقديم او ارسال الحجاج بشكل غير نظامي. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكه العربيه السعوديه.